اركب 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 اسمع اسمع قلع قلع خطاني ركبني السيارة اقسم بالله ما مرت 30 ثانية الا قدني هنا وقال اخوياي كانوا بينقذوني لكن قالوا وينك من جد ربطني ربطني واخوياي كانوا جنبي فجأة اخوياي يدوروا عليه ما يلاقوه افتح خريطة الا انا اخر ماب سامي السلام ثواني عسكري جاء عاد من هنا لا في واحد في واحد خطف اخيانا وطار فيه اوكي زبد العاد من جاي لا تفتش الشنطه وسري سري خلينا نخلص لان الحين يجيك محمد محمد تصرف نفسك روح كعابي سري ما تصرف نفسك طلبت سوي نفسك قلالات من وينه مون مون موجود مون موجود مون موجود وين الفيديو وين لقيته السلام عليكم دقيقه ظهر لادمن جاء فين لادمن يا العسكري موجود موجود الفيديو تعال 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 انا هربت يا عسكري عسكري ننتظر لادمن احنا ها اوكي لحظه وين ادخل لك سكور تايم كارد خوينا بيستقبله دقيقة تعمل فندي الحين تعال تعال يا عسكري هلا الحين هذا ايام خافة رول بلاي صح؟ ما اقدر ما اقدر واحد مقلق وبالسيارة يطير مدري طار تليبورت مدري الزبدة انه يا اخي شوف 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 بخالف خوينا اول كان هنا انت شايفنا صح؟ يا ادم قومني عشان ما اتحلى اروح الا انت ولا جيتك انت قد تحرك وكانت معنا سيارة صغيرة سوداء ادم طيب ركبت خويي قدامك ومشيت وكانت في سياره قدامنا هنا على لفه التراف ذي قاعدين نستنى ادمن هنا المهم تعديناها لان هذاك خاطف خوينا كان يكلم خوينا انه بيخطفك قلنا بنقابله قدام هو بيروح قدام كنا بنقابله قدام ننتظر يا ولد يا ولد يا رجل وين هذا ما جاء طلع ايش طلع انه طاير طار في خوينا اخذه بعيد اوكي اطلب ادمن يلا ياب 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 ادمن خوينا ذا اللي ينخطف اتوقع بيجيب الادمن هنا عشان نشهد الدعم الدعم الفني مسكر كيف اسكر الشنطه الحين؟ ما ادري يفتشك محمد معي مسدس طيب قل له ادمن بيجي غبي يا ادمن وين؟ ادمن وين؟ طلبين ادمن من نص ساعه لين ما جاء يا حبي اوكي وقف وقف في طلب سلامات سلامات محمد اركب السيارة نحش بس فاتح السيارة اوكي اوكي تعال 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 ابو توب لا خلي خلي فتشني ذا ما فتشني اعطيتك الهوية طيب اعطني هوية يا ذا فتشني خويك لا فتشني طيب ايش هذا يا خوي اعطني طيب اوكي ماكس خيم رخص بس 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 يا ابو صلي على النبي يا ابو ايه لازم ترخص حد ترغات 100 طيب طيب اسمع يا يا عسكري عسكري خل 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 لازم يجي خل لازم يجي عندنا خل لازم يجي خل لازم يجي جيت على القسم خل لازم يجي فا هو يقول مون الله يلعنك مون انا قاعد اهرب قاعد اهرب روح توك مطلع السياره صح يب طيب افتح لي شيء فتحت لك الشنطة يا خالي طيب طيب الحين يا اخي انت تدور شيء غصب منك يا لا والله والله ما اتاكد انها سيارتك والله سيارتك بس بتاكد والله ما افتشها اوكي امور طيبة خلاص طيب اسمع اسمع اسكي اسكي ابي خدمة منك خلاص خوي تو صادر اسلحته العسكري احنا جينا هنا عشان عندنا ادمن المفروض انه يجينا نشهد ما ادري ايش السالفة الزبدة خذوا سلاح ممكن ترجعون ذي والله ما اظن بلا حاول تكا تكا مين مين العسكري تعرف اسمه لا اول هذا زبده اخوي لابس ثوب اسود هناك اتوقع هناك ضبطني تكا بيجيك واحد واسطه محمد وينك انت اختفيت توك الحمد لله بخير الحمد لله والله ايش دران انا كيف ارخص مدري انا ما ترى اول مره ادخل سيرفر انا وينك انت وينك محمد يا اسلحة خويك ما هي مرخصة لا حلال توه مبتدي يا رجال كيف يا ابوي المشكلة هذه فوق دقيقة انت قاعد تقول هذه مدينة صح؟ دقيقة الان يوم انا في مرض في مرض
بالعشر أشهر هذه اقرا القوانين دستور الدولة. يا رجل يا رجل طيب طيب دقيقة 10 دقائق 10 دقائق يا جماعة يا جماعة الخير يا جماعة الخير يا جماعة الخير الرجال هذا مبتدئ عشر 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 ترى شهر اللعبة والله مبتدئ والله. لحظة لحظة حضرة العميد سوي له ديسكاونت 5 اوكي يقرا فيها القوانين 5 دقائق بعدين يطلع. والله انا بشوف انا ادعم ذا الشيء خله يقرا القوانين خلاص يجرب يعطيها القانون عشر يلا بعدين اقرا 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 القوانين بس انا اخر مره شفتك عميد البركة ترقه سعادة اللواء بارك فيك بعدي واقبال ان شاء الله ان شاء الله يلا هلا بطلع والله لا طيب طيب شنو الوضع انك تقول حق خويك انا راجع طبعا ما ان شاء الله يقرا عنده 5 دقائق يقرا من جد مو جديد على اللعبه اصلا كله ما لمسك محمد